وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من لندن الدكتور محمد أبو العينين الكاتب والباحث السياسي. سيد محمد، يعني 84% من البنية الصحية في قطاع غزة، 70% من المساكن والمباني في قطاع غزة صار مدمرا، والآن إسرائيل تبحث عن حل للموجودين في رفح الفلسطينية بإعادة ترحيلهم مرة أخرى إلى مناطق الوسط والشمال. هذا حل إسرائيلي غير ممكن الآن في ظل هذه الأوضاع التي تحدثت عنها الأمم المتحدة. إذا تعتقد أن إسرائيل تلقي بهؤلاء من الرمضاء إلى النار؟ للأسف الشديد هي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا القتل الممنهج والتدمير لكل سبل الحياة وللبنية الأساسية لمجموعة بشرية تعيش في بقعة من الأرض بهذه الطريقة، وأمام مرأة ومسمع من العالم كله، وأمام النظام الدولي الذي تشكل والذي يحكم هذا العالم منذ مؤتمر يالتا أو نهاية الحرب العالمية الثانية. للأسف الشديد لا يوجد رادع ولا قوة قادرة على إيقاف هذا القتل البشع غير المسبوق يحدث أمام العالم. القوى الدولية التي تدعي أنها هي التي أسست هذا النظام الدولي وهي التي ترعاه وهي التي تحافظ عليه لأنه يحقق مصالحها لا تستطيع أن تتحدى إسرائيل ولا تستطيع أن تقف في وجه هذا اليمين الديني العنصري الغير مسبوق الذي سيتسبب في تقديري في كارثة ربما لا يعلم مداها إلا الله في هذه المنطقة. وفي الحقيقة إنه كل الجهود التي تبذل الآن من جانب هذه القوى الكبرى هو أو هي جهود تقتصر على إدارة الأزمة لا التصدي لها ولا تقديم حلول واقعية لها. حتى تصريحات الأمم المتحدة وأجهزتها التنفيذية والأجهزة التي تعمل داخل هذه المؤسسة في حقيقة الأمر لم تصل بعد إلى الحديث بشكل قاطع وبشكل حقيقي عن حجم الأزمات التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت هذا العدوان الغير مسبوق في الحقيقة. الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ما زالت، وحتى الاتحاد الأوروبي عندما يتحدث باستحياء عما يحدث في غزة لا يصل إلى حد إما التلويح باستخدام القوة كالحديث مثلا على سبيل المثال عن فرض عقوبات أو حظر أسلحة أو ما إلى ذلك. وموقف الولايات المتحدة الأمريكية مرهون بتوازنات الساحة الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية وسيطرة اللوبيات الصهيونية الكبرى على عملية صناعة السياسة في الولايات المتحدة الأمريكية، ورئيس أمريكي للأسف الشديد عاجز وغير قادر على اتخاذ قرارات مؤثرة. وهذا يعود بطبيعة الحال إما إلى معتقداته الشخصية التي تميل إلى تدين وإلى رؤية للأسف الشديد تنسجم إلى حد بعيد مع هذا اليمين الديني الحاكم في إسرائيل. يعني بايدن قال كثيرا أنه لا يجب أن تكون يهوديا حتى تكون صهيونيا، هو أكدها في عديد من المرات. لكن دكتور أبو العنين، مؤتمر ميونخ للأمن في دورته 60 وأمام 50 قائد وأكثر من 100 وزير حضروا الاجتماعات الأولى لهذا المؤتمر الكبير، ربما كانت القضية الفلسطينية حاضرة بقوة وكان تأثير القضية الفلسطينية على المحيط العربي حاضرا أيضا في شكل يهدد الأمن بشكل مباشر. هل تعتقد أن دول العالم في هذا المؤتمر الأمني المهم يمكن أن يجازفوا بأمن العالم فيما تقوم به إسرائيل ولا تتوقف عنه وربما تريد تصعيده بالتالي؟ بكل تأكيد هذه الدول والمجموعة الأوروبية في قلب هذه المجموعة التي تمتلك أدوات الضغط وأدوات القوة سواء من الناحية الاقتصادية أو من الناحية العسكرية والولايات المتحدة الأمريكية في تقديري تخاطر بهذا الأمن الدولي في مجمله، وأن هذه المنتديات النخبوية التي في نهاية المطاف لا تقدم إلا انعكاس لمصالح الدول الكبرى هي في نهاية المطاف تكرس ما يحدث في غزة وتكرس في حقيقة الأمر أيضا
منظومة الانهيار التي تشرف على أن تتحقق على الأرض نتيجة تجاهل المنظومة الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة كأداة لحفظ السلم والأمن الدولي، أعتقد أنه ما نشاهده الآن هي صورة متكاملة للعجز، اجعلنا نقول العجز الأوروبي مع تواطؤ واضح من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. أنا في تقديري أن أول من سيدار من وراء ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية وما يقوم به اليمين المتطرف في إسرائيل هو الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا التي ساهمت بشكل رئيسي في تأسيس هذا النظام الدولي. تقويض هذه المنظومة الأمنية الدولية التي نشأت كما قلت بعد الحرب العالمية الثانية والتي هيمنت فيها الولايات المتحدة الأمريكية ومؤسسات الأمم المتحدة على المشهد الدولي، عدم الحفاظ عليها، استخدام معايير مزدوجة، استخدام أدوات في حقيقة الأمر بعيدة عن قواعد الإنصاف والعدالة الدولية، تكريس ما يطلق عليه منهج الواقعية في رؤية الإشكالات الدولية والتي يترتب عليها في حقيقة الأمر أن من يمتلك القوة هو الذي يحقق إرادته على الأرض. أخيرا وليس آخرا بطبيعة الحال، أن المعايير المزدوجة التي تحدثت عنها والتي تجسدت بشكل واضح في الموقف مما يحدث في أوكرانيا وفي الغزو الروسي لأوكرانيا والذي تصدت له الآلة الغربية بكل أدواتها سواء كانت العسكرية أو السياسية أو الإعلامية، ولكنها في ذات الوقت تغاضت عن محاولة إسرائيل وبشكل واضح إبادة مجموعة بشرية كاملة وارتكاب جرائم حرب تخالف منهجية القانون الدولي الإنساني وتخالف كذلك قرارات مجلس الأمن، بل وإن الأمم المتحدة والولايات المتحدة نفسها وقفت حجر عثرة أمام أي قرار لإدانة إسرائيل داخل هذه المؤسسات الدولية التي يفترض فيها أن تكون أداة لحفظ السلم والأمن الدولي، أن تستخدم كافة الأدوات والسبل المتاحة لدى الجهاز التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة لوقف تدهور الأوضاع في هذه المنطقة، وهو ما أدى بطبيعة الحال حتى في موقف الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا إلى تمدد الصراع بالشكل الذي نراه. فنجد أنه الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن ضبط إيقاع المعارك وعدم تمددها كلما كان ذلك في صالح إسرائيل، ولكنها في ذات الوقت عندما تريد أن أيضا تحقق مصالح إسرائيل هي التي تسعى بذاتها إلى الذهاب إلى الحوثيين الذين أعلنوا بشكل واضح أن موقفهم واضح وأن منذ فترة طويلة لم تستهدف في هذه المنطقة المختنقة أي سفن أو أي معدات عسكرية في هذه المنطقة، ولكن كان هذا الاستهداف بعد تحذيرات عديدة وإشكاليات كبيرة. جيد أنك أثرت هذه النقطة دكتور أبو العنين، يعني لن نتحدث الآن عن قانون دولي ولا قانون دولي إنساني، نتحدث الآن عن مصالح مباشرة تهدد أوروبا. مؤتمر ميونخ يعقد في ألمانيا الدولة الصناعية الكبرى في أوروبا المهددة الآن بأن تتراجع، ربما يتراجع مركزها كدولة صناعية كبرى في العالم بسبب إمدادات لا تصلها بشكل كافي. نتحدث عن حوالي 20% من الإمدادات اللازمة لدوران ماكينات الصناعة الألمانية لا تصلها بسبب ما يقوم به الحوثيون في الجنوب، والحوثيون يقولون أنهم لن يتوقفوا ما لم تتوقف إسرائيل. فبالتالي بلغة المصالح المباشرة جدا من مصلحة الأوروبيين أن يوقفوا آلة الحرب الإسرائيلية حتى تعود مسارات التجارة والمواد الأولية لهم وتدور ماكيناتهم الصناعية ودورتهم الاقتصادية. لماذا لا يقومون بذلك؟ هذه قضية بالغة التعقيد ولها أكثر من جانب، لها جانب تاريخي ولها جانب اجتماعي ولها جانب سياسي حتى في صناعة القرار في الغرب. صناعة القرار في الغرب تعاني من أزمة ممتدة منذ 20 عاما، ربما أتت أزمة غزة والعدوان الإسرائيلي بهذا الشكل البشع على الشعب الفلسطيني لكي تكرس هذه الأزمات. وما أشرت إليه حضرتك هو
قمة جبل الجليد في المنطقة الأوروبية وصناعة القرار في الغرب والولايات المتحدة الأمريكية. يعلم الأطفال في المدارس إنه البشر متساوون في الحقوق والواجبات ولا تمييز ما بين البشر بعضهم ببعض، وأن القتل جريمة وإنه لا يجوز قتل مجموعات بشرية، ولكنهم يشاهدون في ذات الوقت أنظمتهم السياسية ونظمهم وسياسيهم يؤيدون أعمال القتل بشكل واضح، بل يتواطؤون على أعمال القتل والجرائم وجرائم القتل الجماعي والتهجير القسري والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني دون أن يتدخلوا. ما نشاهده في المجتمعات الأوروبية الآن، ما نشاهده في شوارع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، هو تعبير حقيقي عن فقدان علاقة التواصل ما بين السياسيين وما بين القاعدة العريضة التي تقوم بانتخابهم. هذه المجتمعات تعاني من أزمات شديدة الآن في ما يطلق عليه الاتصال السياسي. وهنا أتحدث عن قضية مركزية مهمة تتحدث عنها حضرتك وأشرت إليها فيما يتعلق بمصالح ألمانيا على سبيل المثال. طيب، مصالح ألمانيا في الحفاظ على تدفق البضائع والسلع في منطقة حيوية كمنطقة البحر الأحمر يتدفق منها ما يقرب من 12% من حجم التجارة العالمية وإمدادات الطاقة والنفط إلى المنظومة الغربية. عندما تتعرض هذه الناقلات لهذه الأزمات وتتعرض لعمليات استهداف مباشر بما يترتب عليه التأثير في سلاسل الإمداد سواء في الطاقة أو سواء في المنتجات، بما يترتب عليه ارتفاع الأسعار في الغرب، بمعنى آخر إضرار بالمنظومة الغربية. في ذات الوقت النظام الدولي الذي استفادت منه الولايات المتحدة الأمريكية والتي أصبحت هي رأس القمة فيه والتي استطاعت أن تهيمن عليها بالدولار وبصناعة القرار الدولي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى الآن، هذا النظام الدولي بات مشرفا على انهيار وشيك نتيجة ممارسات الولايات المتحدة الأمريكية، نتيجة تقديم حماية غير مسبوقة وغير محدودة وليس لها أي ضابط لعدوان إسرائيلي واضح على الشعب الفلسطيني دون إقرار بحقوقه المشروعة التي نصت عليها قرارات الأمم المتحدة نفسها. هنا تأتي الأزمة التي تحدثت عنها حضرتك. هناك سياسيون في الغرب، وهؤلاء السياسيون يفترض أنهم أتوا بطريقة انتخاب طبيعية ولا يوجد فيها تزوير وما إلى ذلك، ولكن في نهاية المطاف يعكسون مصالح أكثر للوبيات وأصحاب المصالح الكبرى دون أن يكون هناك انعكاس حقيقي لإرادة هذه الشعوب، وهو ما يخلق أزمة كبرى. قلت لك أن معاهد الدراسات في الغرب الآن تتحدث عن أزمة في المنظومة الديمقراطية، لأن إرادة الناس التي خرجت إلى الشوارع لنصرة القضية الفلسطينية ولنصرة أهل غزة ورفض العدوان الإسرائيلي لا تتجسد في صناعة القرار في المنظومة الغربية، وهذا سيفرض وبدأ يفرز بالفعل في بريطانيا على سبيل المثال وفي الولايات المتحدة الأمريكية. حزب المحافظين يخسر انتخابات محلية كانت تجرى بالأمس ويخسر 2 من المقاعد، وهنا في بريطانيا خسران 2 من المقاعد في المؤسسة التشريعية، يعني زلزال كبير. الولايات المتحدة الأمريكية 82% من المواطنين الأمريكيين لا يؤيدون السياسات جو بايدن في التعامل مع القضية الفلسطينية وعدم مطالبته بشكل صريح بوقف إطلاق النار. هنا تأتي المنظومة، هذه المنظومة ستتعرض لهزات كبيرة في المستقبل لا يتوقف فقط على تأثيرها الاقتصادي بل يمتد أيضا على تداعياتها السياسية. ربما دكتور محمد بعد هذه الأزمة لابد أن نعيد نقاش مفهوم الديمقراطية، هذا بالفعل يحتاج إلى مزيد من الفهم والتفكيك ربما، وهذا دوركم ما بعد هذه الأزمة. لكن دكتور أيضا أنت تحدثت عن منظومة أممية استقرت فيما بعد مرحلة الحرب العالمية الثانية، هذه المنظومة تتعرض لهزات في مصداقيتها على الأقل في مصداقية محكمة العدل الدولية إن لم تنفذ قراراتها بتقرير يجب أن تقدمه إسرائيل يوم 25 من فبراير الحالي، فبالتالي نحن أمام تفكيك أيضا للمنظومة الدولية تسببه هذه الممارسات التي أرساها من قاموا بها، هم الآن من يدمرون أو يسعون أو يتغاضون عن تدمير ما يحدث ما استقر منذ عام 1945.
نعم بكل تأكيد، وهذا هو ما حذرت منه وأحذر منه دائما، وأقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية نفسها التي تدعي بأنها الرائدة والتي ظلت في مقدمة الدول التي أسست المنظومة الدولية والنظام الدولي الذي تشكل، هي بنفسها بممارستها فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية بالمعايير المزدوجة، بتعطيل الجهاز التنفيذي لمؤسسة الأمم المتحدة وهو مجلس الأمن عن اتخاذ قرار في نزاع يمس وجدان العالم كله، يتحرك الناس من الصين إلى آسيا إلى أمريكا إلى أوروبا لرفض هذا العدوان بهذا الشكل والقتل الممنهج للشعب الفلسطيني وهذا الصمت الرهيب لهذه المؤسسات الدولية عن الفعل. لا أتحدث هنا عن التصريحات، أنا أتحدث عن الفعل الحقيقي، عن مواجهة هذه الآلة العسكرية الغاشمة الغير منضبطة، لا اتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بالإبادة الجماعية لعام 49 ولا بالقانون الدولي الإنساني ولا يتعلق بقوانين الحرب وضرورة حماية المؤسسات المدنية والمؤسسات الطبية وعدم تعرضها للمخاطر، بل إن إسرائيل قامت بقتل الناس داخل المستشفيات وداخل المؤسسات الصحية. كل هذا يقوض هذه المنظومة، يجعل من دور الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما أشارت إليه وتشير إليه الدراسات الحديثة في الولايات المتحدة الأمريكية الآن، تتحدث عن أن ما تقوم به إسرائيل يقوض نفوذ وتأثير الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المنطقة، ويعرض ريادة الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها القوى الكبرى القادرة على التأثير في مشهد الشرق الأوسط إلى كثير من عدم المصداقية وكثير من الانسحاق أمام هذه الآلة العسكرية الإسرائيلية التي يحكمها اليمين المتطرف واليمين العنصري. هل يؤدي هذا؟ نعم يؤدي إلى انهيار المنظومة الدولية، لأنه يجعل من بعض الكتل الأخرى التي ربما هي أشد خطورة، تعدد مستويات الفعل والإرادة في المجتمع الدولي سيؤدي إلى كوارث، سيؤدي إلى كوارث لا يعلم مداها إلا الله، كما تحدثت مع حضرتك، لأنه لا يوجد ضابط، لا يوجد معيار محدد يمكن الاستناد إليه والتعويل إليه. سنعود مرة أخرى إلى استخدام القوة لتغيير الحدود المستقرة، ستنشأ نزاعات عرقية ونزاعات طائفية سيكون لها عواقب خطيرة على المجتمع الدولي لغياب مفاعيل القانون، لغياب مفاعيل الأداة القادرة على الضبط بمعايير واحدة وليست بمعايير مزدوجة تطبق عندما تكون مصالح الغرب موجودة في أوكرانيا وينعدم تطبيقها عندما تغيب أو تستحضر مصالح إسرائيل في الشرق الأوسط وفي هذه المنطقة. هذا مشروع متكامل، المشروع المتكامل يريد تأسيس ريادة وهيمنة إسرائيلية على هذه المنطقة، وما حدث في 7 أكتوبر يعيد النظر مرة أخرى في كل هذه القواعد، وهذه هو خطورة ما يحدث. الجميع يراهن على حافة الجرف، والحافة الجرف في السياسة تؤدي إلى كوارث لا نستطيع ضبطها لا قدر الله. أشكرك جزيل الشكر ضيفنا من لندن الدكتور محمد أبو العينين الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لوجودك معنا.